انا والعمال اللي عنده المغربيه تحت الخدمه تاع البلديه والولايه بصفه عامه. السكنات هذه تضرت من الامطار هذه الرعديه، وتنقلنا الى بلديه طنجة لمعاينه الوضع، ودخلنا لفك هذا الاشكال وتسريب المياه الى جهه اخرى، في انتظار استكمال ديترانسا لحمايه المدينه من الجهه العليا، وهكذا نقضي على هذا النقاط السوداء الموجوده على بلد طنجة بصفه نهائيه.